لا داعي أن ترفعوا صوت التلفزيون أو الهاتف، نعم ما تسمعونه صحيح، إنه الهدوء التام الذي لم يعتد عليه أهالي المخيم والجوار منذ أيام. هدوء سيطر على المخيم بعد اشتباكات عنيفة ليلة الأربعاء الخميس، وكي لا تتكرر هذه المشاهد الدعوات إلى التهدئة مستمرة. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وجه رسالة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله طالبا منه التدخل الإيجابي لضبط الأوضاع، كما تواصل هنية هاتفيا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لإيجاد مخرج لما يحصل. وبعد خرق الهدنة الأخيرة عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اجتماعا طارئا في مقر الاتحادات في صيدا لمتابعة تطبيق الاتفاق المبرم أخيرا في السفارة الفلسطينية في بيروت، وأبرز بنوده سحب المسلحين. نؤكد على حرمة الدماء المعصومة وندين كافة أشكال الاغتيال والغدر. نؤكد ونطالب جميع الأفرقاء بعدم الاقتتال لأي سبب إن كان. نؤكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتمكين لجنة التحقيق من الوصول إلى النتائج المرجوة. العين الآن على التحقيقات التي طالبت بها مرجعيات فلسطينية لكشف المتورطين في مقتل قائد الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا أبو شرف العرموشي كشرط أساسي لتهدئة الأوضاع. ولمتابعة الأجواء على أرض المخيم، الام تي في تحدثت مع عدد من سكان عين الحلوة. اللي عم بصير بعين الحلوة ما مقبول جدا. الأطفال اللي عم تطلع من برا والعالم اللي عم تتهجر من عين الحلوة ما لازم يصير بالمرة. شيء مؤسف، أطفال وعالم وختيارية وشيوخ عم تتهجر من بيوتها على شيء ما لا قضية ولا نضال ولا شرف. طبعا كل شيء في مخطط لأنه هالحجار شطرنج تبعت عليه، في قيادات عالية عم بتوجهن. في الشكل الهدوء خيم على المخيم، لكن في المضمون الهدوء حذر في انتظار الساعات المقبلة ليبنى على الاشتباكات مقتضاها.